بالنسبه لوضع المي عندنا صفر، وبنتمنى من اي جهه تدعمنا بمي، يعني عم نضطر نشتري بالاسبوع تجينا مره واحده. في عنا بيرين للمجلس للقرية كان كنا عم نضخ مي فيهم منهم، كانوا كافيات الحمد لله، بس بسبب الهجرة وتوسع سكاني وتوسعة شبكات المي ما عاد كافي المي، فاضطرينا نضخ مرة واحدة بالأسبوع ولمدة ساعتين ثلاثة بس. يعني اللي عم كلف الخزان 2080 ليرة تركي، يعني ما يقارب بيدفع 100-160 ليرة كل أسبوع، فعم بيشكل عبء على الأهالي كتير. طبعا المنطقة بتعاني من نقص بالعمل وأجور من الدنيا، والغالبية عمال صغار كسبة. المجلس يعتبر مجلس فرعي ما هو مركزي، ما عنده إمكانيات يقدم أكثر من هيك. إحنا بحاجة لبير بعمق 600 متر، لأنه المي السطحية شبه انعدمت، يعني على 100-150 مضى المي.